ونريد أن نرى في البرلمان القادم أن تكون لنا السوابق في التشريع، وأن نقلل من الاعتماد على قوانين أخرى ونأخذ بها. نريد أن نكون نحن مدرسة يأخذ مننا الآخرون هذه التجربة. كلام جميل. قوانين تكتب وتنقش بأول مرة، تشرح على طبيعة البلد وطبيعة ناصر يعني. نعم. أنا أقول لك، ويشهد دكاترة الذين المدرسون الذين تتلمذت عندهم، أنا عندي القدرة كحرفي وكمتعلم في القانون، أنا تخصص القانون وكنت الأول على الجامعة، أملك الملكة والفطنة لكتابة للمشاركة في الصياغة، عندي هذا الذكاء وأحب أن أشارك في هذه الأمور، أن أكون السباق في هذه، لا أريد أن أعتمد فقط على مستشارين أو هنا أو هناك.